أيطول الهجر وأبقى دون لقاك بعض وكلي حتى ما قل لي آتيك وأرمي بنفسي فوق ثراك. شو بدي أحكي لك بالنسبة لجهاد بالنسبة لرمضان؟ يعني بنوصلش هذا الشهر يعني نهائياً، إنه جهاد مش موجود بيننا، جهاد يعني مش قاعد على السفرة معنا، يعني كتير شغال فقدناه فيه بهذا الشهر. يعني هو أنا من يوم ما استشهد جهاد فاقده يعني، بس هذا الشهر كمان إنه بقى يقعد برضاش أوكل إلا ما يبقى موجود، يبقى قاعد معنا خلاص بعرفش أوكل إلا ما يبقى يما يلا تعال يلا، إذا تأخر شوي أضلني أرن عليه يلا تعال يما وينك يلا تعال وينك. يعني كتير جهاد هذا الشهر فقدته كتير مش شوي، الله يرضى عليه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله راح عند اللي أحسن منا كليتنا، الحمد لله الله يرضى عليه. جهاد من النوع اللي ما بيغلب نهائيا، جهاد يعني إنه بقى يعني يطلب أي طبخة يغلبني يساوي، لا لا خلاص أي إشي أعمله يرضى فيه. بس هو بقى عنده أكل مميز كثير كثير اللي هي البامية الرز واللبن، يعني هاي الشغلات بقى كثير يا حرامي يحبها يعني برمضان. بكاش يغلبني نهائيا برمضان، نهائيا بكاش يغلبني. بقول لك يعني انا لو اني هذا بقيت يعني اول يوم بدي خلاص اجي افطر هون، لولا يعني شاب صاحب اتصل علي وقال لي جهاد اجي افطر عندك مشان هيك حشرني، قال لي اذا بتعزيني وبتعز جهاد اطلب منك هالطلب. قلت له تفضل. لو بقول لي انا بدي اجي افطر اليوم عندك، هذا اول يوم برمضان، لان بقيت ناوي خلاص اني اجي او اجيب كميه مي واجي اقعد هون على الكور. خلص الحمد لله رب العالمين، يعني هذا قدر ولازم نرضى فيه. والفراق صعب، مش انه مش صعب، وهدنا هد الحمد لله رب العالمين. بالنسبه لي كجهاد هدنا الحمد لله رب العالمين، الله يرضى عليه. طلع جهاد انا بالنسبه لي يعني بكى لي الابو والاخو والجوز وكل شيء، يعني بكيت احس يعني معاه انه هو كل شيء بحياتي، يعني مش بقى ابوه مش موجود خلص احس انه ابوه موجود، يعني مع انه بقى صغير. يعني شو جهاد لما طلع ابوه بقى عمره 17 سنه، بس بقى ملي كل فراغي ملي كل حياتي يعني من كل شيء، يعني بكيتش احس انه يعني احسس انه ابوه يعني انه مش موجود او انا فرجي انه ابوه مش موجود، خلص معوضه عن كل شيء. يعني بكاش يطلب اي شيء قبل ما يحكي ابكم يعني جايب له اياه، انه مش مخليه ناقصه اي شيء انه ابوه مش موجود. يعني في طبعا غصه انه ابوه مش موجود على السفره معنا، انه مش قاعد معنا، بس بنفس الوقت بكيت اغطي هاي الشغايل الحمد لله رب العالمين. مرت ظروف الحمد لله رب العالمين، الله يرضى عليه. الفراق صعب ترى. جهاد ذكرياته اغلبها مع امه، لانه انا يعني تركته طفل جهاد سنة ونص، لما سجنت 16 سنة كان عمره سنة ونص جهاد، فأغلب ذكرياته كانت مع أمه. أما الفترة اللي أفرج بعد الإفراج عنه بال 2016، طبعا كان الواحد هدفه الأساسي ابنه، يعني السجين شو بفكر بحياة ابنه، يعني إذا كان عنده أولاد. فكان جهاد صديق ومش ابن، يعني بس ما كان يتعامل معي كابن، كان يتعامل معي كصديق. حتى كان نديني يعني مرات في المزح، مهراج وين مهراج؟ شو حاج؟ وين ابو جهاد؟ فيعني بتعرف انا روحت جهاد كان عمره 17 ونص، يعني مش صغير، شاب. سجنته عمره سنه وشوي وروحته عمره 17 ونص، وكنا اصدقاء. يعني اللي قد تقريبا انا بتحكي انت يعني 14 رمضان صلي 7 سنين برا واكمل شهر، يعني صلي 14 رمضان عشناهن مع جهاد. في منهن في رمضان منهن كان في السجن جهاد، سجن في مجده، وفي منهن كان في هدرين. يعني في سنة غاب عنا فيهن، بس باقي السنوات كان موجود بيننا، حتى وهو مطارد يعني، وحتى وهو مطلوب لإسرائيل برضو كان يعني كان متواجد دائما بيننا. كان أيام رمضان ما يغيب نهائيا، يعني بالذات عشان إخوته، يعني كان يجيب لهم ألعاب وحلويات قبل الفطور، وكان يرن لي آه حج وينك؟ تطلع البلد؟ تعرف الوضع، انا ما بقدرش اطلع معك، جيب كذا وجيب كذا وجيب كذا، اب جهاد مش عارف ايه. فكنا اصدقاء يعني جهاد، كنت انا وياه مش اب وابن، لا كنا نتعامل كاصدقاء. يعني كثير كنت اقول له تعال روح تعال نمشي، يقول لي اذا ما هسه الناس بصيروا يقولوا هذا اخوه الكبير. طلع مش لانه ابني جهاد، من اطيب الشباب
هاي مش شهادتي يعني، هاي مش شهادة الحالي، هاي شهادة أغلب محافظة شباب بالكلام، حتى في بنات صبايا يعني، لكني كلمني يعني إحنا بنهنيك في ابنك، أولا إنه شهيد، وثاني إنه جهاد، بني آدم خلوق ومؤدب يعني، ما إله في, 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 في لون الزعرانات والدوين والعربدات. فالحمد لله رب العالمين يعني، كانت تربيته يعني تربية منيحة وتربية نضالية جهادية، كان متفوق في المدرسة جهاد. وفي رمضان قلت لك كان غير مع جهاد، كان يتعامل مع رمضان زينا، كان يعني ينام متأخر، كان مطارد هو آخر سنوات يعني، كان ينام الصبح على 10 على 11 ويصحوا صايمين، يتصلوا جهزوا لنا فطور كذا هو والشباب الله يرحمهم، ويجيبوا للصغار أهم شيء عنده. كان أنا في أشغال كثيرة كانت تلفت نظري لجهاد، حتى قبل ما يتطارد كان كثير وقف على الشوارع وقت الأذان، هو شباب يوزعوا تمر يوزعوا مي، وهو مطارد جهاد اشترى فترة جاب زر شوالين بكل شوات جهاد، لما كل قبل الفطور بوجيك إياه يعني، بعدين حج إذا كان دينا حج يعني، بعدين بجهاد خلاص، حتى مهراج يعني بعض الأحيان. فجيت عليه هو وعز رحمة الله عليه وأحمد صليط وعبد بديرات، واللي هم واقفين على الشارع، شارع المخيم وعند المربعة، وحاملين ألعاب طبول ومي وطمر وأشياء زي هيك يعني للأطفال للأولاد الصغار. فكانوا يحبوا يعني كثير إنهم يفرحوا الناس والأطفال بالذات في أجواء رمضان، حتى كانوا يشاركوا الطبال اللي بصحروا، حتى كانوا يشاركوه، كنت كلهم انتم مجانين، قالوا يا زلمه يعني هذا كله عمل لله، خلي الناس تدعي لنا. فبقى فعلا كانت اجواء حلوه مع جهاد في رمضان، ولكن هذا رمضان هينا طلع احنا وين اليوم، والحمد لله رب العالمين يعني. صحيح صعب، واول يعني بجوز اول رمضان هذا بكون جهاد غايب هون في الكبور، الا انه الحمد لله طلع احنا. اذا بدنا نبكي او بدنا نزعل، بنزعل على هاي الابطال يعني، امثال جهاد ابني، امثال عز الله يرحمه، وعدي الزيات، رامي الشوملي، واولاد صليط، لالا معمشه غانم، راس الجابر رائد الكرمي، صلاح شحابي، ثابت ابو هنود، كل هذول القاده الابطال الله يرحمهم، قاده الشعب الفلسطيني، القاده الميدانيين، واحمد ياسين والشقاقي وكلهم، وابو علي مصطفى. احنا اذا بدنا نزعل ونبكي طبعا، لانه هذا الجيل وهذول الابطال، انا بعتقد انه التاريخ صعب يجيب زيهم، حتى لو جاب زيهم وحظل ذكراهم مخلد يعني في قلوب كل واحد فلسطيني، سواء طفل او بنت او شاب او مرأة او الى اخره. وانا يعني بقول بس لاهل غزة ولاهل الضفة، اهل الشهداء تحديدا، الجزائر دفعت 1,400,000 شهيد، 1,400,000 شهيد الجزائر، والجزائر كانت 107 سنين 108 سنين وهي مستعمره ومحتله، ودفعت ثمن كبير. طلع اليوم الجزائر دوله مستقله، وانا بعتقد انه يعني ان شاء الله هاي رساله لاهالي الشهداء غزه تحديدا والضفه، الى اهالي الشهداء اللي فقد ابنائه، اللي ابنه ضحى وجاهد في سبيل الله من اجل اعلاء كلمه لا اله الا الله والدفاع عن الوطن، بالعكس يرفع راسه، واخذ تذكره، اخذ تذكره ان شاء الله مضمونه على الجنه، وان شاء الله هاي الدماء اللي سالت في غزه والضفه ان شاء الله قريبا جدا ستكون هي الشمعه والنور والضوء اللي راح ان شاء الله ينور نفق الحريه، ان شاء الله هاي الدماء الشهداء راح تنذكر وتتعلق صورهم فوق المسجد الأقصى وقبة الصخرة وكنائس القدس ومقدسات القدس إن شاء الله، وإن شاء الله دمهم ما بروح حضر. وأنا على يقين إن شاء الله، وأنا أؤمن في القرآن، في قرآننا وسنتنا، أن الدولة الفلسطينية بإذن الله لن تكون طويلة، ودماء هاي الشهداء هي الشعلة وهي التي ستتوج الدولة والحرية والاستقلال. وكل التحية والإنحناء لأهالينا في غزة، أهالي الشهداء والضفة الغربية، فتحية إجلال وإكبار وتعظ يعني تعجز الكلمات، هم أعظم من الجميع، الشهداء وأهاليهم هم العظمة وهم الدولة وهم الوطن.